من الأصوات الجديدة اللي ظهرت عندنا في منطقة الخليج، أصوات جديدة وحلوة، في من دولة الإمارات مطربة جديدة نحب نتعرف عليها، وهي طبعا بنت فنانة عزيزة وقديرة عندنا موجودة في منطقة الخليج أو من الإمارات، بنت الفنانة موزة سعيد. حيوا معاي المطربة منى حمزة. صارش طبعا مدة ولا توج يعني خلال كم سنة وانت تغنين؟ تقريبا سنة بس. سنة؟ اي البركة طبعا في الوالدة. طيب من الأغاني اللي غنتيها أغاني شعبية ولا مع الفرق الموسيقية؟ اي كلهم مع الفرق الموسيقية، كلهم عاطفيات. عاطفيات. طبعا كم أغنية غنيتي؟ تقريبا سبع. سبع بس احنا ما وصلنا ولا أغنية، ايش حق عاد؟ سجلت الحين أغنيتين وبعد بسجل أغنيتين ثانيات. يعني سجلتيهم هني عندنا بالكويت، ممكن نسمع منهم شوية ولا تبي الموسيقى؟ لا ما علي. أقول لك سافر لا تودعني. ممكن. سافر لا تودعني أخاف تشوفك عيوني، سافر لا تودعني أخاف تشوفك عيوني، وأخاف أشواقي تجرحني إذا سافرت من دوني، إذا سافرت من دوني. بعد هجرك بعد غدرك بعد الكران الجميل، بعد قلب اللي جرحته شايف عدلك مستحيل. Thank you.
تجدد.